اهلا بحضراتكم من جديد. معايا اتنين لعيبه النهارده، اتنين لعيبه مميزين، كل الحكايه بس مستنيين فرصه ان شاء الله مع الدرجه الاولى. الفرصه هيبداوا يعبروا عن نفسهم بشكل كبير جدا، ما شاء الله في التدريبات بيعبروا عن نفسهم، في المباريات الوديه بيعبروا عن نفسهم بشكل كبير، كمان لما بيشاركوا مع فريق الشباب بالنادي الاهلي وينزلوا على طلب منهم ورغبه منهم عشان دايما يكونوا جاهزين للفرصه مع الفريق الاول. دايما بيشيد بهم موسيماني، واحنا من هنا دايما قلنا عليهم منذ فتره ان الاثنين دول ان شاء الله هيكون ليهم شأن مع النادي الاهلي. برحب بضيوف النهارده، كابتن محمد فخري. اهلا بحضرتك يا كابتن اسامه، وانا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك النهارده. كابتن زياد طارق. كابتن اسامه اهلا بحضرتك يا كابتن، وفخور ان انا مع حضرتك النهارده ومبسوط جدا. مين الاكبر بقى؟ كابتن محمد فخري الاكبر، صح؟ اه، يبقى نبتدي بالاكبر. تحت امرك يا كابتن. دي دايما مبادئ النادي الاهلي. مفيش مشاكل. الاكبر فخري، قول لي بقى بدايتك الاول. النادي الاهلي جابك من حوالي 3 سنين. انا بدات في غزل المحله. غزل المحله من 2006. قعدت معاهم لحد 2018، جيت في يناير 2018 في نفس التاريخ اللي الكابتن محمد ابو تريكه دخل فيه النادي الاهلي برضو. كان ما شاء الله حافظ التاريخ. 16/1/2018. وجيت قعدت مع الدرجه الاولى شويه صغيرين، وبعد كده نزلت العب ماتشات. دايما كنت بنزل العب مع الكابتن امين عرابي والكابتن عادل الرحمن والكابتن ياسر. شارك مع فريق الشباب. ولحد ما استقر بيا الحال مع مستر فايلر. وبعد كده كملت معاه لحد اخر السنه، لعبت شاركت في الدوري الممتاز. شاركت اول ماتش وبعد كده فضلت مكمل. احنا نطينا بس نطه، استنى بس، مين اللي جابك الاول من غزل المحله للنادي الاهلي؟ والله هو قصه كبيره، لان انا كنت كان دايما متابعين الكابتن علاء ميهوب واول حد، اول كابتن، الكابتن سمير كمونه لعبني في الدوري الممتاز. كان غزل المحله لعبني في الدوري الممتاز وانا كنت لسه ما كملتش 17 سنه. وبعدها بعد ما مشي من غزل المحله اللي مسكنا الكابتن محمد عامر ثاني سنه في الدرجه الثانيه. هو كابتن محمد عامر كان ليه فضل كبير بعد ربنا طبعا، ان هو اداني فرصه كبيره جدا ان انا العب 27 ماتش في الدرجه الثانيه. وبعد كده كان الكابتن سامي مصان كان ماسك برده حرس الحدود، كان بيلعبنا في الدرجه الثانيه اما صعد بيهم برده دوري ممتاز. فكان كل دي عوامل ان هي ساعدتني ان انا اجي في النادي الاهلي. كل المدربين الاهلاويه دول اتكلموا بعد كده مع اداره الاهلي، في لعيب كويس في غزل المحله، حطوا عينيكم عليه. بالظبط. حتى كان جالي اكتر من عرض، وكنت برضو ممكن احترف بره، بس انا يعني طبعا النادي الاهلي نادي كبير ونادي معروف طبعا في العالم كله، فكان شرف ليا ان انا ادخل النادي الاهلي طبعا. ليك صوره وانت صغير كده هنعرضها لك بعد شويه، فاكر وانت في الشارع وانت كان عندك حوالي كنا بنلعب عندنا في بلدنا في محله مسير في مركز الطور الغربيه. كنا بنلعب دايما دورات كده، كان بعد الفجر اوقات، واوقات كانت في رمضان بعد الفجر، فكنت دايما بلعب بشيرت النادي الاهلي. انا هرضها لك دلوقتي، ما تقلقش. لسه بدري على الحلقه. بس وانت كنت اللعيبه اللي معاك كانوا شارع اللي لابس تيشيرت ما اعرفش نادي ايه واللي لابس تيشيرت. هم كانوا كذا تيشيرت. محمد فخري كان هو اللي لابس تيشيرت النادي الاهلي من صغره. وكان تيشيرت الكابتن محمد بركات. كان وقتها. كان بركات. زياد، طيب بيجهزوا لك الصوره دلوقتي، بيقول عشان ايه؟ يعني دي الصورة وانت صغير، كان عندك وقتها كام؟ هو التاريخ مكتوب 2010. بابايا بيحب يكتب دايما التواريخ على الصور. فهي انا مش شايفها من هنا. هي الصورة اللي قدامك. 2010. 2010 كان التاريخ مش باين.